ومكان غير المكان. ملك يدعى الملك النعمان، كان عنده بنت اسمها جهاد، وابن اخوه كان بيربيه اسمه محمود. النهاردة انا هحكي لكم حكاية جهاد ومحمود، وانا سلامة اللي كنت معاهم في نفس الفيلم. ملك النعمان كان ملك قوي، كان بيهدد بلاده التتار، اللي برغم ان بلادهم بعيدة إلا إن كان في دماغهم يجوا مصر عشان يفتتوها. الملك النعمان كان من أذكى الأذكياء ومن أنبه الأنبهاء، ما كانش يقول كلمة إلا ما تطلع منه حكمة، وما كانش يقول حكمة إلا ما تطلع منه كلمة. حلو قوي قوي يا مولاي، قول لنا كمان نكتة عن التتار. بيقول لك مرة واحد تتاري حب يقبل لسه يا جماعة لسه حب يقبل مفتح، تفتكروا يعمل ايه؟ ايه ايه ايه؟ فضل صاحي طول الليل. ابوكوا لطيف قوي يا اولاد. احنا عارفين ده، انتوا رخمين. بقول لك ايه يا مولاي، كلمنا عن صولاتك وجولاتك مع التتار. فكرتوني بأيام، بس أنا صولاتي وجولاتي دي ما كنتش فيها لوحدي، كان معايا سلامة. فاكر يا سلامة؟ ودي حاجة تتنسي يا مولاي؟ عنك أنت أنا هقوم بالطلعة دي. كان مولايا بيحب الصيد وغاوي صيد، ومرة أنا ومولايا كنا ماشيين في الصحراء في وسط الغابات كده هون، وبعدين فجأة لقينا 10 من التتار على يمنا و10 من التتار على شمالنا، أو 12 تقريبا على شمالنا، ودول على يمنا ودول على شمالنا، نعمل إيه؟ يا سلام، وعملت إيه يا سلامة؟ ما قدامنا فاضي ورانا فاضي. فمولايا بذكائه وبفطنته قال لي اجري يا سلامة. قعدنا نجري أنا ومولاي، نجري أنا ومولاي لغاية ما لقينا صخرة ضخمة، استخبينا ورا الصخرة، لكن التتار بالأجهزة الحديثة اللي معاهم كشفونا من ورا الصخرة. مولاي قال لي اجري يا سلامة، جرينا لغاية ما لقينا مغارة. دخلنا جوه المغارة، المغارة كانت ضلمة كحل، بحيث ما تقدرش تشوف ايديك من يعني عارف، ضلمة. وفجأة لقينا أسد. يا سلام، وعرفت منين ان هو اسد والدنيا كانت ضلمه؟ اسد يعني هيقول لنا مساء الخير، مش محتاجين نشوفه يعني. لقينا الاسد ده راح مولاي، فاكر يا مولاي؟ فاكر؟ ايوه. خليك يا مولاي، خليك. وبعدين ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. وبعدين ايه؟ فكرني. تعال. وبعدين اما لقينا الاسد راح ايه، مولاي طلع السكينه بتاعته وراح دابح الاسد. يا وعلى ريحه الدم شويه لقينا ديب، جالنا الديب. وعرفت منين بقى يا سلامه انه ديب والدنيا ضلمه؟ اوه، معروف يعني ديب يعني. المهم راح مولاي مسك الديب وقطم رقبته ونزل بيه على الارض. شويه لقينا تعبان لونه اصفر. يا سلام، وعرفت منين ان هو تعبان والدنيا كانت ضلمه؟ ايه الضيوف الرخمين بتوعك دول يا تعبان بيعمل كده يعني، تعبان. وعرفت منين بقى انه اصفر؟ بس فرح ايه مولاي؟ لا بقى الحكايه كده، قال لي لا يا سلام، احنا هنفضل في وسط الحيوانات اللي اتضايقنا دي، تعالى نطلع بره المغاره. خرجنا بره المغاره، بقوا التتار قدامنا والحيوانات من ورايا، التتار قدامنا والحيوانات من ورانا. بس ازاي يا سلامه؟ بس عملت ايه يا سلامه؟ مقفوقين فاضي. فجاه لقينا طياره. طياره دي يا حبيبي، طياره دي يا اخويا. طائره اللي هي انثى الطائر، اللي هو طائر الرخ. يا سلام، وعرفت منين ان هو طائر الرخ؟ من جوجل. المهم راح مولاي مسك في رجل الطائرة وأنا مسكت في رجل مولاي، بس كان لسه قلع الجزمة. فاكر يا مولاي؟ إلا فاكر، دي كانت أيام. سلامة يا سلامة، الحياة سلامة، الحياة سلامة، الحياة.
يا مرعوب يا مرعوب في ايه؟ الحق يا سلام في ايه يا قصدي وراك ابعد ابعد انت والله مرعوب مرعوب ها 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 ست 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 نو 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 تعال هنا تعال هنا تعال نو نو في ايه في ايه بيقولوا لي التتار كلهم جايين مين اللي بيقولوا لك ناس كتير قوي 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 حاسبهم وراك ولا اي حد يقول لك اي حاجه تصدقه التتار عمرهم ما هيجوا مصر خلاص حاضر اهدى حاضر يلا مرعوب ده على طول رعبنا كده يا مولاي انا عارف والله اللي اقول يا سلام أيوه. احنا بقى مش هنقدم حاجه للضيوف ولا لا قوي قوي تحب اجيب الراقصات يرفهوا عن الضيوف الراقصات برضو والاولاد موجودين يا سلامة ايوه انا عايز اتفرج على الراقصات انا كبرت بقى انت عايز تتفرج على الراقصات ان شاء الله انا مش مالي عينك انت بتغيري ولا ايه طبعا مش ابن عمي اتفضل قدام ايه البلطجه دي جهاد بتغير على محمود يا مولاي ايوه وهو جهاد لمحمود ومحمود لجهاد حاضر يعني انت بتوثق الاحداث عشان لو اي حاجه حصلت أيوة. حاضر يا مولاي أيوة. حاضر تسمح لي بقى ادخل الرقصات تدخل الرقصات حاضر وكان مولاي شديد العنايه في اختصار في اختيار الراقصات ما كانش يختار اي رقاصه الا على الفرازه ما فيهمش ولا غلطه فلتدخل الراقصات ايه ده؟ موسيقى غربي في بيت السلطان؟ لا 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 انا ما اسمحش بده ابدا حتى ولو على سبيل اللي فيه سلامة ده بتستهبل يا سلامة بتستهبل انا اسف جدا يا مولاي سموك ارتاح انت وانا هتصرف طيب ماشي ارتاح اتفضل سموك اتفضل يا انجا يا انجا يا سلام في يا سلام مزيكا تتاري في بيت السلطان سابلي يا سلام انا هجل انا في ده مش على الفاضي يا سلام في الغدا جايب لي علبة كشري الثلاثه ايه ده كنت عايز علبة كشري بكام علبة كشري بخمسة قال لي ايه ده لا انا اجيب لك الحله اضربي منها على طول بقى ماشي انا مش فاهم سر تمسك مولايا بيك انت دونا عن بقيه الراقصات يقول لي هات لي الراقصات دي هات لي الراقصات دي سحراله ومال يعني انت ماليه المسرح كله يا ماما انا مش فاهم يا انجا والله انت كان ممكن يبقى لك مستقبل كويس انا ما اعرفش ايه اللي ممشيكي في الطريق ده يا انجا انا ماشيه في الطريق ده عشان الطريق التاني ده انا غلطان انا غلطان امشي اتكل على الله فلتنصرف الراقصات اوعى الديكور يا مولاي يعني صراحة اختيار حضرتك هايل من الراقصات ايه رأيك يا مولاي؟ لا انت اللي انت اللي مولاي انا سلامة انت مولاي انت متعود على ادوار البوابين يزكي هل يا مولاي؟ هل يا مولاي؟ التتار بيفكروا يخشوا مصر؟ اللي يفكروا يخشوا مصر يا ابني مصر بلد الامن والامان مصر متأمنها من كل حتة يا سلامة أنا هشرح لهم اتفضل أنت يا مولاي حدود مصر متأمنة من كل مكان الحدود الخارجية لمصر في 5000 جندي شجاع لو التتار فكروا إن هم يخشوا مصر هيتقطعوا يا سلام طب ولو التتار عدوا الحدود الخارجية دي هيبقى الوضع إيه؟ لو عدوا الحدود الخارجية في حدود المدينة نفسها فيها 8000 جندي شجاع هيقطعوهم هيقطعوهم طب لو عدوا ال 8000 دول لو عدوا ال 8000 حوالين القصر في 10000 جندي من فرقه خمس خمسات
دينا ونملة، فكرت بس تخش القصر هتتقطع. يا سلام، طب ولو التتار عدوا في رقد الخمس خمسات دي هيبقى الوضع ايه؟ الوضع زبالة طبعا. لا بس موجود مولاي، مولاي طبعا هيوقف لهم بسيف البطار، يبقى حظهم اسود. ايوه طبعا انا هطلع لهم. وعلى انا عايز اقول لكم يا جماعه، مصر متامنه من كل حته، وعلى راس البلاد سلطان دائر. مولاي الحق مولاي، ابعدوا، محدش هيخش ولا 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 ملعوب ولا ملعوب. بقول لك ايه، ما استهبلش، في ايه؟ التتار دخلوا يا جدعان. التتار دخلوا؟ ايوه دخلوا مصر. ايوه دخلوا خلاص. طب ال 5000 جندي اللي على حدود مصر كلها عملوا ايه؟ قتلوهم كلهم. يا نهار ابيض. طب ال 8000 جندي اللي على حدود المدينه عملوا معاهم ايه؟ دول بقى قتلوهم وعلقوهم كلهم على المشانق. مشانق؟ ايوه. جابوا لهم 8000 مشنقه منين دول؟ طب ال 10000 جندي اللي على حدود القصر نفسه، دول بقى ذبحوهم وقاعدين بياكلوا الجنود جوه في المطبخ. يا سلام يا سلام، عمك تقول لي يعني انت رئيس اركان حرب وبتاع و5000 و8000؟ ما تقلقش يا مولاي، انت عارف مين اللي مستني التتار لما يدخلوا هنا في القصر؟ سموك يا مولاي. انا بقول لك يا مرعوب. إيه؟ انت متاكد متاكد ان هم جايين على هنا فعلا فعلا فعلا؟ بقول لك قاعدين بياكلوا الجنود جوه. بياكلوا الجنود جوه؟ اذا ايوه مفيش مفر غير اننا ايوه اجري يلا. اجري من هنا، اجري من هنا يا مولاي يا مولاي. ايه هتسيب الاولاد وهتجري يا مولاي؟ معقوله؟ ما انا هقول لك يا سلامه، انت بقى حضرتك يعني خلي بالك من العيال. أنا خلي بالي من العيال. حضرتك خلي بالك من العيال. أيوة. وأنا كده كده هموت، بس أهم حاجة الختم ده.